زياد، بدرس تقريبا يعني مواد العلاقة بالقانون السوري، حقوق الإنسان، درست أيضا المرأة والقانون ومواضيع أخرى في داخل الكلية، وقبل ذلك كنت باحث قانوني في معهد الحقوق. حاليا بدرس، كنت فول تايم بالجامعة لكن حاليا بار تايم، وحاليا مع مشروع أوروبي له علاقة بإصلاح القضاء. طبعا اشتغلت شغلات تانية من بينها مستشار وزير الداخلية وأمور لها علاقة بالإصلاح، الإصلاح الإداري يعني الحكم المحلي بالإضافة للأمن على وجه التحديد. هذه تقريبا معلومات العامة عني، وأنا بحب أعرف كمان عنكم كمان على أساس إنه اللي عندنا اليوم تقريبا القانوني، لكن أنا بعرف إنه في عندي إداريين بالإضافة ل اي تي، يعني ناس متخصصين بالاي تي، فبحب برضو أتعرف على الموجودين. نبدأ. اسمي منير عبد الربو، مهندس كمبيوتر واتصالات الكترونيكس، بعمل في مجال الاي سي تي. عندنا قانونيين بالاضافه للاي تي المتخصصين بالكمبيوتر سواء هندسه او برمجه او بقطاع الاتصالات على سبيل المثال بشكل عام. تقريبا صممنا البرنامج حتى انه يشمل مقدمه في القانون. هذه المقدمه في القانون انا بعتذر من القانونيين اللي هون، لكن هذا هو المغزى. من الاول كنا عارفين انه راح يكون في مشترك، وهذا هو المغزى انه يكون في عندنا قانونيين وبالاضافه للاي تي مع بعض، هذا هو مغزى بحد ذاته. لكن في introduction to the law هو مدخل لدراسة القانون، هذا مدخل لدراسة القانون موجه لغير القانونيين، لكن ممكن انه نستفيد حتى من هذا المقدمة، لانه في المقدمة خاصة اللي بيشتغلوا في الوزارات حتى اللي بيشتغلوا في البلديات، رح اتطرق على فكرة للبلديات من ناحية التشريع، وهذا الشيء بهمكم انتم حتى لو تبعين الاي تي، مين مختص بالتشريع على سبيل المثال، من هو المختص باصدار لائحه على سبيل المثال لها علاقه، او نظام انتم بسموه نظام اكثر ما بتسموه لائحه في البلديات، مين هو المختص باصدارها على سبيل المثال؟ هل وزاره الحكم المحلي، هل المختص على سبيل المثال البلديه نفسها؟ كل هذا راح اتطرق له. على فكره هذه مش موجوده حتى في اللي انا حضرته، بس بما انه في عندنا ناس من البلديات، انا شفت في عندنا يعني لا باس به من البلديات، عندنا 4 تقريبا او 3 من البلديات، فبصور لازم انه نتطرق لمثل هذه الامور لانه بتهمنا جميعا. مساله اخرى، دائما احنا عندنا خطأ، يعني نرتكب خطأ، يعني حتى الوزراء تبعونا أو على سبيل المثال وكلاء الوزارات أو المدراء العامين في الوزارات أو رئيس البلدية على سبيل المثال، وين ما كان، أي عندما يكون إشي له علاقة بالآي تي بيحكونا خلص روحوا على الآي تي البيبل، يعني روحوا على الناس المتخصصين بالآي تي، بديش أنا أحكي في الموضوع وخليه هو يقرر. هذا خطأ 100%، يعني في بعض جوانبه، مش 100%، لا، في بعض جوانبه لقيت انا باجي بشرحها من خلال، حتى مش اليوم، من خلال ايضا ايام اخرى قادمه. وبعدين بيجي او اذا كان الموضوع له علاقه بالقانون، بدنا نصيغ قانون على سبيل المثال معين، بيجي بيحكوا لك القانوني في الوزاره انت روح وصيغ القانون. هذا شيء غلط كمان، ماشي الحال، شيء غلط، لانه من يقرر في السياسة التشريعية، وراح أجي أحكي عنه فيما بعد، من يقرر في السياسة التشريعية هم المهنيين مش القانونيين. يعني أنا بقرر في السياسة التشريعية، المقرر فيها هم المهنيين، هم الناس المدربين حتى أنهم يكونوا على سبيل المثال، دائما أنا بجيب هذا المثال، مدربين أنه يكونوا كيميائيين على سبيل المثال، أنه بيعرف قديش مدى التلوث في الهواء ومدى التلوث في البحار،
وأنا بدي أو في المياه بشكل عام، وأنا بدي أجي أضع قانون حول التلوث في المياه أو التلوث في الهواء، أنا ما مش قانوني اللي بعرفه، أنا من ناحية تقنية ما بعرفش، أنا قانوني ولكن ما بفهم فيه. فمعنى ذلك إنه بحط لي سياسة تشريعية بحكي لي هاي درجة التلوث كذا، إذا زادت درجة التلوث عن كذا فمعنى ذلك إنه بصير فيه تجريم إذا كان في عندي مصنع أو كذا كذا ماشي الحال، وأنا باجي كقانوني وبضعه في إطار قانوني، فهمتوا؟ يعني العملية متكاملة. وفي نفس الوقت الوزاراتنا بيخطئوا، على سبيل المثال أي شيء له علاقة بالآي تي روحوا على تبعين الآي تي، من يقرر بالسياسات المتعلقة ب على سبيل المثال تبادلية المعلومات ما بين الوزارات على سبيل المثال أو حتى في داخل الوزارة من يطلع على المعلومات، ليس المختص بالآي تي الذي يقرر ما هي المعلومات التي تخرج من الوزارة وما هي المعلومات التي تبقى في الوزارة، وفي داخل الوزارة من هو الذي يطلع على تلك المعلومات، من هو من الموظفين يعني، هم السياسيين ليس التقنيين أو الدارسين آي تي. هذا المثال راح يتوضح أكثر فيما بعد من خلال ما ندخل في البرنامج في تقريبا المواد، لكن حبيت يعني أبدأ إنه في تكاملية ما بقدر حدا لوحده إن يضع سياسات ويضع قانون، لا بيضع سياسات هو الشخص يختلف عن الذي يضع قانون، هذا راح أجي أشرحه بشكل جيد من خلال اليوم. اليوم راح أعطي نبذة عن تقريبا توتوريال 6 أو توتوريال 6 بشكل عام، ماذا سوف نغطي من خلال التدريب اللي راح يتم لغاية 3/6، آخر تدريب عندنا في 3/6 جيد. وأيضا راح أدخل في ما هو ما سوف يتم يعني تناوله اليوم. خلينا نشوف توتوريال 6 من خلال الباوربوينت برزنتيشن. بعرفش انا مين اول مره بيجي على مثل هيك تدريب. نعم اول مره، نعم وكمان اول مره، لكن انتم جيتوا في القبل، معنى ذلك عندكم فكره ليش احنا حضرنا او بيرزيت حضرت هذه التوتوريالز، صح؟ عندكم فكره معنى ذلك، بمعنى آخر إنه حتى إنه نحضر فلسطين لمستقبلاً يكون في عنا حكومة إلكترونية. الحكومة الإلكترونية إلها متطلبات قانونية، إلها متطلبات على فكرة من ناحية الإنفراستراكشر يعني البنية التحتية، إلها متطلبات من ناحية السكيورتي ولا لا. كل هذه متطلبات للحكومة الإلكترونية. إذا ما كانش عندي هذه البنية التحتية، إذا لم يكن عندي هذه البنية التحتية معنى ذلك لا أستطيع أن أذهب وأعمل حكومة إلكترونية. أوكي، إذا ما كان عندي هذه البنية التحتية بمعنى آخر يكون عندي قانون، يكون عندي ناس مؤهلين، يكون في عندي على فكرة برامج حماية كافية إذا بدي أروح لحكومة إلكترونية. كل إذا ما كان عندي هذه الأرضية ما بقدرش إني أعمل إيش حكومة إلكترونية. الجانب القانوني مهم جدا، يعني الجانب التقني في الحكومة الإلكترونية أكيد مهم، لكن أيضا الجانب القانوني جدا جدا مهم، لأنه لا أستطيع أن أذهب إلى حكومة إلكترونية إلا إذا كان عندي إطار قانوني قائم. ليت بجي بدي يعني باجي وبحكي عنه من خلال إيش مثال أحكي لكم. لا أستطيع أن أعمل أتمتة لأي مسألة داخل وزارة أو داخل مؤسسة أو داخل البلدية ويكون فيها يعني أعطي خدمات للجمهور زي إي سيرفيس، حتى مش عمالي بحكي عن الإي جوفرمنت، الإي سيرفيس معنى بدي أنا إطار قانوني. وهلأت راح أجي أحكي لكم مثال، وهذا المثال راح أجي شوي شوي أعيده من خلال كافة التدريبات اللاحقة. تقريبا المواضيع يعني المواضيع اللي راح ندرسها لها علاقة بالمدخل لدراسة القانون، زي ما شايفين هون في سيشن 1 introduction to the law. في سيشن 4 راح يكون ethical and social issues،
المسائل السلوكية، المسائل الأخلاقية، العلاقة بالإنترنت، في مدونات السلوك، هذه مهمة جدا. وتقريبا يعني معظم البلدان بكون عندها مدونات سلوك، خاصة فيما يتعلق بقطاع الاي تي او في قطاع الخدمات. ماشي الحال. بالإضافة انا راح اقدم المدخل لدراسة القانون، راح يقدم المسائل الأخلاقية والأدبية او السلوكية زميلي دكتور اسماعيل من جامعة البوليتكنيك، راح يقدم. بعد ذلك راح نشوف من زميلي دكتور سامر النجار Introduction to ICT and e-government، مدخل للICT والحكومة الإلكترونية، راح يقدمه زميلي دكتور سامر النجار. بعد ذلك في عنا Intellectual Property، هو الملكية الفكرية، أنا راح أقدمها الملكية الفكرية. Privacy and Data Protection راح يقدمه أيضا دكتور إسماعيل زميلي. الديجيتال سيجنشر والإي إيفيدنس، الديجيتال سيجنشر هو التوقيع الإلكتروني، راح يقدمه الدكتور سامر. دكتور سامر هذا راح أجي أحكي عنه كمان اليوم بس شوية. بس الإي إيفيدنس هو الإثبات القانوني، أنا راح أقدمه وراح يكون ضمن محاضرة اليوم. سيشن 11 الديجيتال سيجنشر حكينا عنه. الاي تي كونتراكت، عقود العلاقه بالاي تي، راح يقدمها ايضا الدكتور النجار سامر النجار. الاي كوميرس، التجاره الالكترونيه او المعاملات الالكترونيه، راح اقدمها انا. السايبر كرايم، الجرائم عبر الانترنت، راح اقدمها انا. الاي اركايفنج هو الأرشفة الإلكترونية، أنا أيضا راح أقدمها. للأسف ما اتبعناش هذا الترتيب، ما اتبعنا هذا الترتيب، بمعنى آخر يعني يوم جينا وضعنا البرنامج ما هذا الترتيب تقريبا منطقي، ترتيب منطقي، لكن ما اتبعنا لسبب في ذلك. السبب في ذلك لأنه إحنا كل واحد مشغول، يعني بمعنى آخر في بقدرش أنا أجيب دكتور سامر لساعتين وأنا أعطيه ساعتين من خضوري طول كريم، أو الدكتور إسماعيل الرومي من البوليتكنيك الخليل، فإلها علاقة باللوجيستكس يعني. لكن من ناحية منطقية هذا هو الترتيب المنطقي. بصور عندكم البرنامج، وصلكم البرنامج كيف راح نتناول الموضوع. إذا لا خليني أفتح لكم عليه لأنه هذا مهم. هذا هو الجزئيه الظاهر. انا مش موجود عندي هون، لكن بصور في المحاضرة القادمة بجيبهم. هي أجندة. شوف هذا برنامج في 15/5 يعني اليوم راح يكون في عندنا مدخل لدراسة القانون، وراح يكون عندنا كمان الاي سيجنشر هو الإثبات القانوني. دكتور سامر راح يكون في عنده في 20/5 Introduction to the ICT and e-government. صح راح يكون في اوكي بنناقشها وبنخبركم. اوكي ماشي الحال. 20/5 طيب 22/5 راح يكون الدكتور سامر
اسماعيل اسف ethical and social issues، وراح اكون انا بالنسبه للintellectual property اللي هو الملكيه الفكريه. في 27/5 راح يكون دكتور سامر اي تي، ولكن انا كمان راح اكون معه على الاي اركايفنج، على الاي اركايفنج هو الارشفه الالكترونيه. وفي 3/6 اخر شيء اخر يوم، يعني موضوعين كثير مهمين وشيقين، يعني اللي هو الاي كوميرس التجاره الالكترونيه والسايبر كرايم اللي هو الجرائم عبر الانترنت او الجرائم الالكترونيه. جيد. الشيء الاخر اللي بدي احكيه، عندما اتكلم عن الحكومه الالكترونيه تقريبا في 3 قوانين رئيسيه، لكن باقي القوانين بتكون مش رئيسيه، يعني بتكون مسانده. نرجع لهون. اول قانون مهم جدا اول قانون مهم جدا للحكومه الالكترونيه، اذا بدي حكومه الكترونيه بدونه صعب علي اني اعمل حكومه الكترونيه، اللي هو الداتا بروتكشن والبرايفسي لو، حمايه انظمه المعلومات، وحمايه الخصوصيه. وعلى فكره يوم احكي عن حمايه الخصوصيه بحكي عن حمايه الخصوصيه الشخصيه للانسان، ما بحكي عن حمايه، ما بحكي اطلاقا عن حمايه بالضبط الخصوصيه او الداتا السريه للدوله. انا بحكي عن خصوصيه الانسان. بمعنى اخر، اذا انا كنت اسوق وقفني شرطي والشرطي عنده ربط الكتروني، اكيد بده يشوف، بده يفحص انه الرخصه تبعتي او رخصه السياره، رخصه الشخصيه خلينا نحكي، فيش عليها مشاكل او تابعه لي او لا على سبيل المثال. جيد. اللي يعرف على سبيل المثال عني انا في هذاك الموقف، اللي يعرف عني الاسم الرباعي، اللي يعرف ايضا تاريخ الميلاد لانه بده يعرف انه هل انا ضمن السن القانوني للسياقه او لا، لكن مش ملوش يعرف عني اني متجوز ولا لا، ما له يعرف. هذا المقصوده في الحمايه، بالضبط هذه الحمايه، الحمايه الشخصيه او الخصوصيه، هذا مقصده بالخصوصيه، هذه لها علاقه بالخصوصيه. وهذا مثال جدا بسيط، بس انا بجيب لكم مثال مش بسيط وله اثره اذا ما واحد عرف عني مساله معينه. بمعنى اخر، السجل الطبي تبعي هذا سجل شخصي، جدا، فمفروض انه فقط المطلع عليه الجهات التي يحق لها ان تطلع عليه، وتلك الجهات فقط هي ممكن تكون جهات طبية. بمعنى آخر، المستشفى أنا اللي بتعامل معه والطبيب اللي أنا بتعامل معه، ما له حد آخر حق إنه يطلع على المعلومات الشخصية التابعة إلي المتعلقة بسجل الطبي. ليش؟ لأنه في المستقبل إذا رحت أنا أقدم أي وظيفة يا جماعة، وإذا كانت متاحة للجمهور بيحكوا لي إنه أنت مريض، يعني بمعنى آخر، فمعنى ذلك يمكن تكلفنا بكره تامين صحي ما بيوظفوني. جيد. فهذه يعني بمعنى اخر خصوصيه جدا مهمه، هذه مساله جدا بسيطه، بمعنى انه هذا المثال حتى جبته مثال بسيط، لكن حمايه الخصوصيه جدا مهم. حمايه الخصوصيه على الورق، ممكن انه يطلع عليها على سبيل المثال اذا كان اللي فيه معلومات خاصه، ممكن يطلع عليها دائره حكوميه ما لهاش حق تطلع عليها، بس ممكن انه في دائره قانونيه اللي يحق يطلع عليها 2-3، لأنه بفعل وظيفتهم مثلا في وزارة الداخلية، بفعل وظيفتهم في 2-3 لهم حق يطلعوا على سجلي لأنه بقوموا بالتحديث، لكن هذولا معروفين أنه بيشتغلوا عليه. لكن على سبيل المثال حد آخر في وزارة الداخلية ملوش حق أن يتدخل عليه، يطلع على معلوماتي الشخصية. طيب، معنى ذلك انه اذا كان ورقي في وزاره الداخليه ممكن يطلعوا عليه، بس اذا كان موجود على الانترنت يعني الكتروني، معنى ذلك انه اذا الكل وين ما كان في فلسطين وفي خارج فلسطين مفتوح انه حد يجي يطلع على معلوماتي الشخصيه. لذلك حمايه المعلومات الشخصيه، امن
امن الحمايه او داتا بروتكشن والخصوصيه بالنسبه للاي جوفرمنت جدا جدا ايش مهمه جدا جدا مهمه، وهذه تولى اهميه كبيره بالنسبه للغرب. وفي الغرب مش بس بالغرب، يعني معظم دول العالم حاليا، وحاليا في معظم الدول في عندي قانون، احنا مش موجود عندنا قانون حمايه امن المعلومات والخصوصيه، قانون حمايه امن المعلومات والخصوصيه، جيد، هذا موجود في دول العالم، لكن احنا لحد الان مش موجود عندنا. حتى الدستور تبعنا القانون الاساسي الفلسطيني لم يتطرق له بشكل مباشر، لم يتطرق لحمايه الخصوصيه بشكل ايش بشكل مباشر. هذا اول قانون يجب ان يتوفر اذا كان بدي انا حكومه الكترونيه. القانون الاخر الذي لا يقل اهميه هو الاثبات القانوني، الاثبات القانوني بمعنى اخر احنا يوم نروح على المحكمه في عندنا نستخدم عده وسائل اثبات حتى نثبت الدعوه، حتى نثبت الدعوه اللي احنا رفعناها جيد، يعني هي بنسميها احنا بعض مرات قرائن، والقرائن قد تكون لها عده اشكال، جيد جيد. هل يقبل في الاثبات، هل يقبل الاثبات الالكتروني ولا لا؟ يجب ان يقبل. عندنا حاليا اليوم راح اجي احكي عنه، جيد، اذا لم يكن هناك اعتراف بالاثبات القانوني، الاثبات الالكتروني اسف، وتنظيم له، يصعب علي اني اعمل اي حكومه الكترونيه، وليس فقط ذلك، يصعب علي اني اعمل اتمته في داخل الوزارات. ريت باجي اوضح هذا المثال، قد يكون غير واضح لكم، بس راح اعطيكم مثال انه يكون واضح جدا عن ماذا اتكلم. جيد، المسألة القانون الثالث الذي يجب أن يكون موجود له علاقة بالاعتراف بالتوقيع الإلكتروني، يعني إنه القانون يعترف بالتوقيع الإلكتروني. التوقيع الإلكتروني ديجيتال سيجنشر هو شيء تقني مش قانوني على فكرة، يعني هذا توقيع، توقيع يعني بمعنى آخر إنه توقيع، سواء عن طريق باسورد بعطوني إياه، او عن طريق توقيع لكن يوضع على الهويه الالكترونيه اللي بعطوني اياها او الماجنتيك كارد اللي بعطوني اياه، في بتعرفوا في شاب، وبالتالي كل المعلومات موجوده من ضمن توقيعي، لكن برضه في بكون عندي كمان بين كود حتى ان استطيع ان ادخل عليه. جيد، هذا اهلا وسهلا، هذا ايضا يجب ان يكون معترف به من خلال القانون، من خلال القانون. جيد، هاي تباجي بعض أمثلة ليش هذا مهم أيضا جدا. بمعنى آخر هذول الثلاث قوانين جدا مهمة، باقي القوانين لها علاقة بأنه يكون في عندي إطار قانوني ناظم لجرائم إلكترونية مهم، لأنه بكرة ما بدي حدا أن يتعدى على الحكومة الإلكترونية. إذا واحد بده يتعدى على الحكومة الإلكترونية عن طريق السرقة في المعلومات او عن طريق تدمير او عن طريق بدي انا قانون يعاقبه، جيد، لكن مش الاساس، لكن ايضا مهم ان يكون عندي قانون. الانتلكشوال بروبرتي هو الملكيه الفكريه، ايضا يجب ان يكون عندي ملكيه فكريه، ليس يعني ضروري يعني اساس للحكومه الالكترونيه، لكن بطريقه غير مباشره مهم للحكومه الالكترونيه. لكن بدون ملكيه فكريه بستطيع اني اعمل حكومه الكترونيه، جيد، لكن مش أساس زي القوانين الأخرى التي ذكرتها. الإي كوميرس نفس الشيء، التجارة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية ما لهاش علاقة مباشرة بالحكومة الإلكترونية، لكن أيضا مهمة أن تكون يكون هناك قانون ينظم الإي كوميرس موجود في داخل البلد. طيب اعطيكم مثال حتى انه نستوعب اللي انا حكيته بطريقه اخرى، ومثال عملي يعني حصل معي انا شخصيا. المثال كالتالي، جينا بدنا نعمل، اعطيكم مثال بسيط يعني مش عمالي بحكي عن الحكومه الالكترونيه. اجى مجلس قضاء، انا حكيت لكم انا بشتغل على مشروع اوروبي له علاقه باصلاح القضاء. اجى مجلس القضاء الاعلى وحكينا أنا بدي أعمل أتمتة لأرشيف القضايا.
أعطيكم العملية كيف بتتم من ناحية حاليا، يعني كيف العملية بتتم. أنا بذهب للمحكمة، وتعرفوا يوم نحكي عن الأرشفة، الأرشفة دائما بتتم للأشياء المنتهية، بنسميها الميتة، يعني الأوراق الميتة. يوم يكون ورقة يعني لا تستخدم بشكل دوري، خلاص بنعتبره أنه يجب أن نقوم بأرشفة هذه الورقة لأهميتها، لأهميتها قد في المستقبل نحتاج تلك الورقة للإثبات، لإثبات القانون، لإثبات داخل المحكمة، أو نحتاجها لأي مسألة. في المحاكم عندنا قضايا، القضايا خلينا نحكي على سبيل المثال له علاقة بالشك، أو له علاقة بأي موضوع، له علاقة بالأراضي، خلينا نحكي جيد. انتهت القضية، وبعد ما انتهت القضية أصبحت قضية، بودوها على الأرشيف في مخزن، بحطوها في داخل إيش المخزن. حسب القانون 15 عام يجب أن تحفظ تلك القضية حسب القانون. جيد، أنا صاحب القضية أو محامي القضية محتاج لسند معين أنا استخدمته في المحكمة وقت ما كانت في هناك القضية، بدي أسترجعه أو بدي أخذ نسخة عن قرار المحكمة. جيد، شو بعمل؟ بروح عند قلم المحكمة، بستنى على الدور، تعرفوا محاكمنا صارت عليها ضغط، بستنى على الدور، بيجيني الدور، بحكي للموظف أنا بقدم له طلب، طبعا استدعاء، بدفع عليه شوية فلوس، بقدم له إياه، بحكي أنا بدي صورة عن الحكم الفلاني في الأرشيف. بعدين الموظف بأخذه على رئيس القلم، شوف الخطوات، رئيس القلم بوديه على رئيس المحكمة، رئيس المحكمة بعطي الموافقة، برجع لرئيس القلم، رئيس القلم بودي موظف على الأرشيف على المخزن، بحكي لصاحب المخزن إنه أنا اطلع لي هذه القضية، بروح بودي مراسل، المراسل برجع على رئيس القلم ومعه الملف. كثير من الأحيان احنا محامين، كثير من الأحيان بحكي رئيس القلم لأنه مشغول كثير، بحكي للمراسل روح انزل معها وصورها، انزل معها وصورها تحت عند تبعين الكتبة. هذه العملية خطيرة على فكرة، لأنه ممكن واحد يسحب قضية إذا كان المراسل بده شوية فلوس، يعني معظم الأحيان لا، ما فيش هذا الشيء، مش موجود الحمد لله، خلي بعد يحكي، لكن ممكن أنه يحصل، بمعنى آخر العملية خطرة. طيب غير أنه خطرة بتأخذ وقت، فبدهم يعملوها من ناحية إيش؟ أوتوميشن. وعلى فكرة من ناحية أوتوميشن شفتوا العملية كيف؟ جدا حلوة أنك تعمل أوتوميشن أنك تعمل ريتريفمنت، استرجاع لقضية معينة، استرجاع ريتريفمنت، الاسترجاع يدوي، بس الاسترجاع بصير إيش؟ إلكتروني. وإذا كان الاسترجاع إلكتروني أنا ممكن أكون وين؟ ممكن أكون في داخل مكتبي كمحامي، وبالتالي بقدم طلب وبعمل كل شيء عن طريق الإنترنت وأنا موجود في مكتبي وبعمل ريتريفمنت للقضية. لكن شو المخاطر؟ أحكيكم شو المخاطر. أول شيء أنا يوم أكون كمحامي وراء الكمبيوتر تبعي، شو في إثبات إنه أنا في رأس ملحم أنا اللي بعثت الريكوست لمجلس القضاء الأعلى إنه أنا بدي نسخة عن القضية؟ شو الإثبات؟ شو الإثبات؟ الإثبات اللي بيثبت صفتي أنا، صفة القانونية، بس شو الإثبات اللي بيثبت إنه أنا في رأس؟ جيد؟ معنى ذلك ما شو بدي أنا إذا بدي أثبت؟ بدي توقيع إلكتروني، توقيع إلكتروني اللي يميزني عن غيري من الأشخاص، مثله مثل البصمة. جيد؟ إنه جيد، أوكي، معنى ذلك أول شيء أنا بدي توقيع إلكتروني، والتوقيع الإلكتروني معترف فيه من ناحية قانون. جيد، أوكي، طيب هذه الورقة اللي أو الحكم اللي أنا فرضاً أنه إحنا حلينا مشكلة التوقيع الإلكتروني، أنا أخذت هذا الحكم يوم عملت ريتريفمنت أو عملية استرجاع من وراء مكتبي، هذا الحكم هل أستطيع أني أحتج فيه أمام الوزارات الأخرى أمام العامة؟ بمعنى آخر هل أنه أنا بستطيع أن بالضبط أستخدم داخل محكمة لإثبات؟ معنى ذلك أنا بدي كمان أوثنتيكيشن لإيش؟ أوثنتيكيشن القرار نفسه اللي أنا أخذته. جيد، إنه هذا القرار هو نفسه
نفسه الذي كان مخزنا في داخل المحكمة، وانه في هذه العملية العملية الانتقال ما فيش مجال انه حدا يغير. جيد. وبالتالي هذه يعني مسألة مهمة، وبالتالي عندما اخذ الورقة وهذه المهم استطيع الاحتجاج بها، بمعنى اخر كأنه انا رحت على المحكمة ورئيس القلم حكى لي طبق الاصل طبق الاصل، معنى ذلك انا بدي قانون يعترف لي بهذه الورقة اللي اخذتها عن طريق الكتروني، هذا هو الاثبات ايش القانوني. مسألة ثالثة الحماية، هل في حماية كاملة لهذه العملية؟ هل في هناك حماية كاملة لهذه العملية من ناحية تقنية ومن ناحية أمن الخصوصية؟ من ناحية يعني حماية أمن المعلومات اللي هو جانبين، حماية أمن المعلومات من ناحية تقنية أن يكون في هناك سيكوريتي وأنت أخذته بالصور جيد، وحماية أمن المعلومات من ناحية أنه ما فيش حدا تاني راح يطلع على تلك المعلومات في خلال هذه العملية اللي تمت، عملية الانتقال انتقال الورقة من الأرشيف إلى غاية ما وصلتني، وهذا له علاقة بالخصوصية. إن فهمت المسألة بمعنى آخر، هون أنا بيجي عندي الجانب القانوني، هون بيجي جانب القانوني. هذا المثال رح أرجع عليه كثير لأنه أكثر مثال واضح. طبعا خليني أحكي لكم بس النتيجة، في النتيجة أنا لم أتمكن من أني أعمل أوتوميشن لمجلس قضاء العلا. ليش ما تمكنتش؟ لأنه ما عنديش الأرضية القانونية أني أعمل لهم أوتوميشن. فحكيت لهم أنا بعمل لكم أوتوميشن لعملية الأرشفة، لكن بضل إنه رئيس القلم بده ياخده ويوقع عليه، بضل إنه يعني بمعنى آخر في محاذير معينة إنه أنا أعملها بدون إطار قانوني. خلينا نحضر إطار قانوني بعدين نعملها. طيب بيجي قضية إيش، خلينا بس راح نرجع لها فكرة. طيب في ظل غياب قانون عام ينظمها، هل أستطيع أنا إنه أمشي في الموضوع ولا لا؟ جيد. يعني بمعنى آخر فكروا فيها في البلديات، أنتوا في البلديات، في البلديات ما عنديش قانون أنا، لا في التوقيع الإلكتروني ولا عندي إثبات القانوني ولا عندي كمان حماية أمن المعلومات. طب بدي أعمل إي سيرفيس، بدي أعمل إيش؟ طب هل أستطيع أن أعمل شيء في داخل البلدية حتى إنه أتى يعني ما بديش أنتظر أنا يكون في عندي مجلس تشريعي، لأنه مجلس تشريعي واضح إنه راح يطول شوية. شو العمل في هذه الحالة؟ إحنا نصحنا مجلس القضاء الأعلى إنه يقوم بسن بالنسبة لحماية أمن المعلومات، سن تقريبا instructions بنسميها، تعليمات داخلية لا ترقى إلى مستوى القانون، لكن خلينا نفكر فيها. طيب بكرة بدنا نعمل إحنا إي سيرفيس، وبعرف أنا بريدة خليل صار الرئيس البلدية صار يحكي عن هذا الموضوع، أنا بدي أنا أول بلدية بدي أصل للإي سيرفيس. طيب في هناك محاذير، هل أستطيع أن أتغلب عليها حتى في ظل عدم وجود إطار قانوني في فلسطين؟ هذه بدها نقاش، ومن نقشها من خلال إيش؟ من خلال الجلسات القادمة. راح يجي الدكتور مصطفى ويحكي عن يحكي لنا اكثر عن الاي جوفرمنت، عشان هيك بديش احكي، هو راح يجي تقريبا بعد ساعه ويحكي لنا عن المشروع كمشروع وعن الاكاديميه الاي جوفرمنت. اوكي، هلأ نجي بنحكي عن مدخل لدراسة القانون، وهون تقريبا بدي احكي عن تطور النظام القانوني الفلسطيني، كيف تطور النظام القانوني الفلسطيني، شو في عنا يعني النظام احنا نتبع، تقسيم القواعد القانونية، اجراءات سن التشريع، انا اسف في خطأ مطبعي، وصنع السياسة التشريعية، اجراءات سن التشريع في فلسطين وصنع السياسة التشريعية. هذا راح اتناوله من ضمن في إذا غياب مجلس التشريع، مين
بالضبط. هترح نيجي نحكي عنه إذا كان في عنا بدنا قانون في ظل غياب مجلس تشريعي، في عنا مادة في القانون الأساسي الفلسطيني مادة 43. المادة 43 تسمح للرئيس أن يصدر قرار بقانون في ظل غياب المجلس التشريعي، لكن هذه المادة ما بتعطي حق شيء كامل. يجب أن يكون في حالات الضرورة، يعني بمعنى آخر في حالات الضرورة التي لا تحتاج إلى تأخير، أنا الرئيس أستطيع أن يصدر قرار بقانون ينظم مسألة معينة. جيد، لكن رح نيجي نحكي في بعض الأحيان مش كل مرة ممكن أنا بدي قانون، يعني في بعض الأحيان بقدر أجد حلول تشريعية كمان تشريعية بدون قانون في بعض الأحيان، في بعض الأحيان لا. يعني بمعنى آخر إذا باجي أحكي عن إثبات قانوني بدي قانون، إذا باجي بحكي على سبيل المثال عن توقيع إلكتروني بدي قانون. جيد، لكن إذا باجي بحكي عن إجراءات معينة قد أستطيع أني أضعها في تشريع آخر رح أجي أحكي عنه، لكن رح أجي أحكي عن هذا الموضوع كمان في ظل غياب المجلس التشريعي ماذا يتم. زي ما حكينا هذا الجزء مصمم لغير القانونيين. جيد، وهدف منه منح المتلقي فكرة عن النظام القانوني الفلسطيني. جيد، ومقدم الغير قانوني عن القانون وأقسام وشو أقسام القانون. يعني بتسمعوا مثلا بعض الأحيان في عندي قانون عام وقانون خاص، في داخل القانون العام وفي قانون خاص في عدة أقسام. وهدف منه أنه يعني اتساع مدارك القانونيين وغير القانونيين حول تقديم مقترح قانون حول الـ e-government أو الحكومة الإلكترونية. يعني كيف إذا بدي أنا أعمل، هذا هو الهدف، إذا بدي أعمل أنا قانون أو أقترح قانون شو الإجراءات اللي أنا براح أجي وأمشي عليها. شوفوا هذا يعني الشارت بعطي إيش فكرة عن تطور النظام القانوني الفلسطيني. نظام القانوني الفلسطيني، احنا بتعرفوا احنا كنا تحت الحكم العثماني بين 1517 و1917، يعني 400 عام تحت الحكم العثماني. جيد، وعلى فكرة الحكم العثمانية هي أساس النظام القانوني تبعنا، هي أساس النظام القانوني الموجود عندنا حاليا، وما زلنا نطبق بعض القوانين التي ترجع إلى تلك الحقبة، وقوانين هامة جدا، قوانين هامة جدا. العثمانيين نعم بالضبط أحكي عنهم. العثمانيين على فكرة هي خلافة إسلامية، يعني كانت خلافة إسلامية، ولغاية عام 1839 كان النظام القانوني والقضائي هو يعني تابع للشريعة الإسلامية، كان الشريعة الإسلامية هي المطبقة داخل المحاكم، وكان في عندي قاضي فرد، القاضي فرد يحكم بجميع القضايا، ما كانش عندي تمييز ما بين محكمة شرعية أو محكمة دينية ومحكمة مدنية أو محكمة نظامية. هذا القاضي كان ينظر في جميع القضايا سواء لها علاقة بالأحوال الشخصية أو بالجرائم أو بالمنازعات المدنية والتجارية. جيد، لكن بالنسبة للمسيحيين واليهود كان لهم محاكمهم الخاصة في الأحوال الشخصية. لكن بعد عام 1839 حصل عندي تطور، انه هذا العثمانيين بدهم يبنوا نظام قانوني معاصر بناء على ما هو كان متبع في الغرب. يعني بمعنى اخر بس احكي لكم، هذه في واحد من الاصلاحيين، هو كان قبل رئيس وزراء بالاضافه الى وزير اصلاح في هذاك العهد، كتب مذكرات وحكى يا بني، يعني بحكي لابنه يا بني إذا لم ترى باريس لم ترى النور،
يعني اذا لم ترى اذا لم تزور يعني اذا ما زرتش باريس ما زرت يعني ما شفتش النور. طبعا بقصدش النور لانه كانت مشهوره باريس ايامها انه اول مدينه مناره، لا ما بقصد الاناره، بقصد العلم اللي كان موجود. يعني قديش صار في انحطاط في في الامبراطوريه العثمانيه، قديش صار في تطور في اوروبا خاصه في بريطانيا وفي فرنسا وغيرها من الدول الاوروبيه. فبدهم يواكبوهم، بدهم يواكبوهم في هذيك الفتره. باختصار جابوا لنا القوانين الفرنسيه خاصه في النظام القضائي وطبقوه في الامبراطوريه العثمانيه، من بينها فلسطين. يعني بمعنى اخر نظام لاتيني طبقوه في ما عدا قانونين. معظم القوانين يعني حتى في قانون التجاره، حتى في قانون العقوبات على سبيل المثال اخذوه كامل من فرنسا. القوانين اللي لها علاقه بالقضاء كامل من فرنسا اخذوها. حتى احكي لكم ترجموا الكتب الفرنسيه ودرسوها في مدارس الحقوق او كليات الحقوق في داخل تركيا نفسها. جيد، يعني بمعنى آخر أخذ الثقافة والقانون، يعني ليس فقط القانون وإنما حتى الثقافة الفرنسية. ما عدا قانونين على فكرة ما أخذهم مش من الغرب. القانون الأول هو قانون مجلة الأحكام العدلية، وهو القانون المدني والذي ما زلنا نطبقه إلى الآن. قانون المدني، قانون المدني هو قانون مجلة الأحكام العدلية، بترجع لسنة 1876. والقانون وهذا القانون مأخوذ المجلة مأخوذة عن المذهب الحنفي، خاصة عن أبو يوسف. هو تلميذ أبو حنيفة، وعلى فكرة كان أفضل من أبو حنيفة، يعني أقوى تلميذ أبو حنيفة، كان أقوى من أبو حنيفة على الأقل أنه مذهب حنفي. بالإضافة للقانون هون الملكية اللي حكته، وقانون الأراضي لسنة 1858 أيضا قانون معظمه مصادره يا إما شريعة إسلامية، لكن أكثر أعراف التركية، أعراف التركية. وتقريبا يعني يعني القانون هذا له تداعيات سياسية كثيرة، يعني استخدم من قبل بريطانيا وإسرائيل لمصادرة أراضينا، لأنه في عندنا نوع من الأراضي، أراضي الأميرية والميرية، اللي بده يتوسع أكثر بيجي بيحكي عني، بحكي له شو خلفية الأراضي الأميرية والأميرية، مش موضوعنا حاليا. لكن على الأقل هون بدأ يتبلور نظامنا القانوني، هنا بدأ يتبلور. وعلى فكرة عملية الفصل ما بين المحاكم الدينية والمحاكم النظامية تم في تلك الحقبة. جيد، يعني في أوروبا على سبيل المثال أو في أمريكا ما في فرق ما بين المحاكم الدينية، بتروح المحاكم الدينية وفي غرف، في غرفة لها علاقة بالجنايات، غرفة لها علاقة بالأحوال الشخصية. عندنا إحنا في فصل. ليش؟ لأنه ناتج عن تقريبا الخلاف اللي تم ما بين الإصلاحيين ورجال القانون، رجال الدين في زمن الإمبراطورية العثمانية. أصبح في عندي محكمة دينية لها علاقة بالأحوال الشخصية، وأصبح في عندي محكمة نظامية لغاية الآن. وعلى فكرة إسرائيل أخذت نفس النظام، يعني إسرائيل أخذت نفس النظام وبطبقه. طيب بعدها أجى عندنا الانتداب البريطاني. الانتداب البريطاني لأسباب سياسية، لأنهم بدهم يحضروا فلسطين تصبح وطن قومي لليهود، راحوا غيروا معظم القوانين، ما عدا قوانين بتهمهم مثل قانون الأراضي ما غيروش، لأنه فسروه بطريقة تخدم مصالحهم. بالإضافة لمجلة الأحكام العدلية ما غيروها لسبب، لأنه ما فيش قانون مدني، مجلة الأحكام العدلية ما فيش قانون مدني مدون في بريطانيا أو في أحد مستعمراتها. عشان هيك ما استطاعوش يجيبوا لنا قانون مدون، لأنه في معظم القوانين البريطانية خاصة آنذاك ما كانتش مكتوبة. جيد، هذا النظام الإنجليزي، النظام الأنجلو ساكسوني بقوم على عدم تدوين القوانين ويعتمد على السوابق القضائية. لكن حاليا على فكرة اختلف الوضع حتى في داخل بريطانيا. على كل غيرونا معظم قوانيننا لقوانين إيش إنجليزية، وأصبح في عندنا الإطار القانوني تقريبا متأثر بالأنجلو ساكسوني أو الكومون لو. بعدها بنعرف شو حرب 48. اليوم احنا يوم النكبة، 15 أيار عام 1948 تم جلاء
تم جلاء القوات البريطانية، وبالتالي أصبحت الحرب 48 هي حرب شكلية جيد، ونتج عنها الضفة الغربية والإدارة المصرية. الإدارة المصرية في قطاع غزة أبقت على كافة القوانين، عشان هيك صار في عنا إيش ازدواجية في القوانين ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. أبقت على كافة القوانين الانتدابية، ما غيرتها، ما غيرت القوانين الانتدابية. جيد، في حين إنه الأردن في الضفة الغربية غيرت القوانين كافة، وأصبح في عنا ليس قوانين أنجلوساكسونية وإنما قوانين أردنية متأثرة بالقانون اللاتيني مرة أخرى. وعشان هيك بنسمع إنه في ازدواجية ما بين الإطار القانوني والإطار القضائي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. عشان هيك طبعا لحد الآن، عشان هيك على سبيل المثال رح نيجي نشوف في الملكية الفكرية، على سبيل المثال إنه في عندي حق، مش حق المؤلف، حق المؤلف على فكرة لحد الآن مطبق على الجهتين، لكن قوانين براءات الاختراع عندي قانون مطبق في غزة بيختلف عن القانون في الضفة الغربية. عقوبات نفس الشيء، وفي قوانين أخرى رح نيجي نتطرق لها. عشان هيك في عندي ازدواجية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. بدينا نوحد قوانيننا سنة 1900، ورح أجي هون أحكي سنة 1994 لغاية الانقلاب للأسف، وبعديها صار في الوضع يسوء أكثر. على كل بعدها احتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، على فكرة الإسرائيليين أدخلوا أوامر عسكرية كثيرة، يعني بمعنى آخر، وكانت يعني تشمل جميع مناحي الحياة، لدرجة أنهم تدخلوا في أي نباتات ممكن أن نزرعها. يعني قوانين عسكرية تدخلت في كل صغيرة وكبيرة بالنسبة لحياة الفلسطينيين، جيد، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لدرجة شو بدنا نزرع، تدخلوا من ضمن الأوامر العسكرية. في طلع في 5% من الأوامر العسكرية سيئة، لكن في تقريبا 5% يعني كان لها تأثير إيجابي. نذكر منها قانون النقل على الطرق على سبيل المثال، كان متطور، قانون تأمين التعويض، تعويض قانون العمل على سبيل المثال أدخلوه كان متطور جيد. ألغوا، أنا بالنسبة لي ألغوا حكم الإعدام أول ما دخلوا، كان تطور جيد. يعني طبعا واحد ممكن يختلف إنه بده عقوبة إعدام أو بدهش عقوبة إعدام، جيد، لكن بصور جيد. آخر شيء في سنة 1994 بدينا نوحد في إطارنا القانوني. ليش أجت السلطة الفلسطينية؟ سنة 96 صار في عندي انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني، بدينا عملية توحيد القوانين، جيد، بدينا عملية توحيد القوانين. وتقريبا بالنسبة للآي سي تي أو يعني في يعني بصور ان عندنا قانون واحد هو قانون الاتصالات، في عندنا قانون مواصلات له علاقه، لكن قانون الاتصالات هو القانون الوحيد. بمعنى اخر ما شفناش فيش قوانين اخرى سنت فيما يتعلق بالاي جوفرمنت، لا قانون حمايه امن المعلومات ولا الخصوصيه، لا قانون التوقيع الالكتروني، ولا قانون الاثبات القانوني. الاثبات القانوني رح نيجي نتطرق له، تناولوا ولكن بشكل غير كافٍ، غير كافٍ من خلال قانون البيانات لسنة 2001. هذا رح نيجي نحكي، رح نيجي نحكي عنه. لكن بشكل عام ما اهتمينا بعد عام 1996 بالقوانين العلاقة بالإي جوفرمنت. حتى بالنسبة للقوانين العلاقة بالملكية الفكرية في هناك مشاريع قوانين ولكن لم نقر القانون. ورح نيجي نحكي عن الاي ترانزاكشنز، هو المعاملات الالكترونيه، كم ايضا كان في عده مشاريع قوانين ولكن لم نقر قانون متعلق ب الاي كوميرس اللي هو التجاره الالكترونيه، ولا الاي ترانزاكشنز اللي هو المعاملات الالكترونيه، جيد. لكن في باقي القوانين خاصه في القوانين التي لها علاقه بالقضاء زي اصول محاكمات جزائيه، اصول محاكمات مدنيه، تشكيلات المحاكم اهتمينا فيها، اهتمينا في مواضيع أخرى ولكن ليس في الإطار القانوني اللي له علاقة بالآي سي تي بشكل عام. هذا هو تطور قانوني بالنسبة بشكل مختصر طبعا في فلسطين. أي واحد بده سؤال عن هذا المسألة أنا مستعد. فيش طيب،
أنا بعرف إنه مزع يمكن ممل هذا الشيء. طب نيجي شو ممكن واحد قبل ما نيجي نحكي عن تقسيم القواعد القانونية يمكن واحد يخطر في باله شو تعريف القانون؟ يعني القاعدة القانونية شو تعريفها؟ القاعدة القانونية. بالضبط. على فكرة القواعد القانونية هي قاعدة اجتماعية. القاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية، هي قاعدة سلوكية. لكن شو الفرق بينها وبين قواعد أخرى؟ يعني خليني أعطيكم مثال. أنا طلعت في مواصلات عامة. طلت سيجارة ودخنت. جيد. هذه يعني أنا جبت إشي، أنا يعني جيت بسلوك معين هو سلوك اجتماعي، يعني أنا قمت بالتدخين، لكن التدخين هي قاعدة سلوكية مكروهة خاصة إذا كانت في مكان عام. طيب سلوكي هل أجرم عليه؟ أوكي، لا أجرم عليه إذا كان لا يوجد قانون يجرمني. وبالتالي القاعدة الأخلاقية حتى لو كانت مكروهة إذا لم تكن منظمة بقانون تبقى قاعدة أخلاقية. بمعنى آخر، أكثر ما إنه الناس تطلع لي بنظرة إنه ليش بعمل هيك، ما بقدر حدا يحكي معي. بكرة بيجي شرطي بطلع في الباص ما بقدرش يحكي معي إشي، بس بيحكي لي أدبا وأخلاقا ما بتدخل في مكان عام. لكن إذا كانت منظمة برعاية قانون فمعنى ذلك بيقدر إنه يخالفني. فالقاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية، لكن تصبح ملزمة إذا نظمت من خلال قانون. يعني معنى آخر، قاعدة قانونية منحت إلزامية معينة ونظمت من خلال الحكومة. بمعنى آخر، الحكومة هي التي أقرت القانون. جيد، هذه مسألة كثير مهمة. بمعنى آخر، أول شيء هي قاعدة اجتماعية، لكن قاعدة اجتماعية نظمت من خلال قانون أصبحت ملزمة، هذه مسألة ثالثة. وإذا ما كان هناك مخالفة لتلك القاعدة القانونية وجب العقاب، وجب إيش؟ الزجر أو العقاب. جيد، هذه أهم أربع جوانب للقاعدة القانونية. قاعدة اجتماعية، لكن مصلحة مؤسسة عامة قامت بوضعها في إطار قانوني وأصبحت ملزمة. جيد، وإذا ما تم هناك مخالفة إلها في هناك سلطة عامة توقع زجر سواء مدني أو جزائي عليها. ماشي الحال؟ هذه بالضبط. غير هيك ما لا تصبح القاعدة السلوكية أو قاعدة اجتماعية، هي قاعدة قانونية. وعلى فكرة بعض القواعد القانونية أيضا تأتي من العرف، لأنه في العرف على سبيل المثال ليس فقط القانون ولكن أيضا العرف هي مصدر القاعدة القانونية. بمعنى آخر، خاصة فيما يتعلق بالجانب التجاري، في أعراف تجارية، وهذه الأعراف التجارية ملزمة، هي أعراف تجارية ملزمة لأنه صار فيها عليها تواتر لزمن لفترة من الزمن، وأصبح في شعور بإلزاميتها من قبل المتعاملين بها. فهذه القواعد أيضا تصبح أيضا قواعد قانونية. يعني على سبيل المثال نيجي نحكي إنه شو الأساس القانوني للخلو المحلات التجارية. جيد، هذه العرف المتداول على سبيل المثال، وليس حتى منظمة من خلال إيش؟ من خلال القانون. العلاقة بين التجار على سبيل المثال كل هذه منظمة من خلال قانون. طيب هذا العرف ملزم؟ طبعا ملزم. ملزم. من أنشأ؟ أيوة، هذا الأمر. مؤسسة أنشأ. بالضبط. قاعدة مؤسسية. جيد. لكن نتيجة تواتر العمل بتلك القاعدة
أصبح في شعور عند الناس بإلزامية تلك القاعدة. شعور. بالضبط. لا مو بتحول لقانون. يعني بمعنى آخر في إجماع، في إجماع حول إلزاميتها عند الكل. وهذا بحولها لقاعدة قانونية. كمان على الحكمة. كمان الدين يدخل كمان في القوى، يعني بالدين يعني القواعد يكون قواعد إجماعية يكون هالدين. مظبوط. بس إيش بالنسبة للقواعد الدينية والقواعد الاجتماعية إذا لم توضع في قانون فتصبح قواعد، يعني بمعنى آخر بالنسبة للقواعد الدينية إذا لم ينظم من خلال القانون على سبيل المثال، إذا كان في هناك مخالفة إلها معنى ذلك إنه العقاب هو عقاب يعني إلهي ماشي الحال في الآخرة. لكن بالنسبة للدنيا إذا بدي أنا أعاقب عليها بدي لازم أضعها في إطار قانوني. أنت بتحكي عن مصادر القاعدة القانونية، مصادر القاعدة القانونية متعددة، من بينها الدين على سبيل المثال، من بينها العرف، من بينها القانون الطبيعي، من بينها الحقوق الطبيعية. كل هذه مصادر القاعدة القانونية إحنا بنسميها منابع القاعدة القانونية. حتى نعم حتى تصبح فاهم عليك، انا فاهم شو تقصدي. حتى تصبح تلك القاعده الدينيه هي قاعده ملزمه يجب ان يضعها في اطار قانوني. هون اللي بتحكي على سبيل المثال هي بتحكي عن الحدود في القران او في الشريعه الاسلاميه. طيب الحدود موجوده، لكن هل القاضي عندنا بيطبق الحدود؟ بيطبقهاش. ماذا يطبق القاضي؟ يطبق القانون الوضعي الذي وضع. بالضبط. بكره اذا كان في هناك دوله وبتيجي بتضع الحدود في اطار قانوني احنا بنطبق القاعده القانونيه المتعلقه بالحدود. لكن نعم او العكس يعني الدول الاشياء الاسلاميه بالقانون، يعني العبرة برجع كمان أحكي عن المعارف. العبرة في وضعها في قالب قانوني. فالقاعدة الدينية والقاعدة الأخلاقية تبقى غير ملزمة إلا إذا وضعت في قاعدة قانونية. يعني مع أسي مثال إذا بتيجي تحكي مش عارف الدين على سبيل المثال بحرم الشرب، الدين الإسلامي، الديانات الثانية بحرم، الدين الإسلامي بحرم شرب الكحول. إذا أنا ما جيت في قانون عقوبات ووضعت عقوبة للشارب ما بقدر أطبق القاعدة الدينية، لأنه بصير عقابي رباني. عشان هيك عرفنا القاعدة القانونية، تلك القاعدة القانونية التي يتم وضعها في إطار من قبل سلطة عامة وتصبح التي تعطيها إلزاميتها، يعني السلطة العامة هي تعطيها إلزاميتها، وبالتالي مخالفتها يستوجب إيقاع العقوبة. نيجي ل وراح أجي أحكي عنه. نيجي للعرف. هون السؤال، يوم أجي أنا أقسم القواعد القانونية، في عندي قواعد قانونية مكتوبة، جيد على أساس أجاوبك، في عندنا قواعد قانونية مكتوبة مثل التشريع، جيد، وفي عندي قواعد غير مكتوبة، قواعد قانونية غير مكتوبة، يعني بنسميها إحنا نان كودفايد، غير مدونة. حتى بجي بعطيكم مثال وأمثل على القواعد المكتوبة على سبيل المثال غير المكتوبة. عندي قواعد قانون إداري معظمها غير مكتوب، والعرف أيضا غير مكتوب.